السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض في فحص جديد من فحوصات الـ MRI، وهو فحص رنين مغناطيسي على مفصل الركبة او MRI knee. مبدئيا طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا بنسجل بيانات العين زي ما اتفقنا، البيانات والاي دي وسن العيان، وطبعا ضروري ان انا اسجل اسم الفحص ووزن العيان على الترابيزه. طيب فحص الني جوينت طبعا بنعمله ليه؟ احنا بنعمله عشان خاطر نستكشف حاجات كتير جدا. بنستكشف لو في التهابات، في طبعا منسكس تير اللي هو قطع في الغضروف، او في بارشال تير او كومبليت تير بالنسبه للاي سي ال او البي سي ال اللي هو القطع في الرباط الصليبي الامامي او الرباط الصليبي الخلفي. زي ما حضراتكم شايفين لو انا بسجل الحاله وعملت لها سيف، طبعا بتتسيف تحت لو انا عايز اجيبها بعد كده، ولو دوست بروسيد هيخش على طول. بنخش على صفحه البروتوكولات وبنختار البروتوكول اللي احنا عايزينه. زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا فحص الني، بدوس طبعا على اسم الفحص وبختار ني، وطبعا بيكون ضروري ان انا ادخل العيان، بخلي وضع العيان بيكون سوباين فيت فيرست، يعني العيان بيكون نايم على ظهره، او زي ما حضراتكم شايفين بيكون نايم على ظهره فيت فيرست، يعني رجليه ناحيه الداخل بحيث يبقى متسنتر كويس، ما يبقاش بعيد عن مجال التصوير. طبعا الاناتوميكال ريجن اللي احنا بنشتغل عليها طبعا هي منطقه الني. ببدا ان انا بعد كده اعمل ستارت اكزام. بالنسبه لفيليبس ممكن تدوس ستارت اكزام عن طريق الماوس من تحت خالص على الشمال، او ممكن ان انت تدوس اف 8 فيعمل ستارت اكزام اوتوماتيك. تمام. بعد كده طبعا لما بنيجي نبص على السيرفي بتاعنا بنكون طبعا بنحدد الكويل اللي احنا بنشتغل عليه. طبعا لو انت هتشتغل على كويل الركبه بيبقى اسمه السنس ني، او لو انت هتشتغل على الكويل اللي هو المدور الفليكسيبل ده بالنسبه بيكون في الاجهزه الكلوزد فقط، لكن ما بيبقاش حلو قوي في الاجهزه الاوبن. فبنختار طبعا اللي هو الفليكسيبل اللي هو الكويل المرن، بيبقى مدور كده وليه كابل. طبعا بتركب الكابل وبتحط بيبقى فيه قطعتين مدورين، بتحط واحده تحت الركبه واحده فوقها وبتثبتهم كويس عن طريق كيس رمل. زي ما حضراتكم شايفين طبعا اني بعد ما بناخد السيرفي بيكون عندي اكزيال تي 2 وكرونال استير وساجيتال ديوال. الديوال ده اللي هو بيبقى ساجيتال تي 2 وساجيتال بروتون دينستي. طبعا التي 2 عشان خاطر نشوف الاي سي ال والبي سي ال، والبروتون دينستي عشان خاطر نشوف المنسكس او المنسكاي بشكل كويس. بعد كده بنعمل ستارت اكزام. طبعا لو انا الفحص ما اشتغلش معايا بسحب السيرفي تاني زي ما حضراتكم شفتوا كده وبدوس بروسيد تاني. طبعا في النهايه خالص بناخد كورونال تي 1 ده لو في اي مشكله طبعا، لكن ده بالنسبه للمكان ده بياخد البروتوكول بالسيكونسات دي بس. طبعا ناس كتير جدا بتفضل انه بياخد ساجيتال ستير وكورونال ستير واكزيال ستير. تمام. طبعا كل الحاجات دي بتساعد في تشخيص الركبه بشكل كويس. انا عايز اقول لك ان الماسكلوسكليتال عموما كل ما تزود الستير فيها كل ما يكون افيد للفحص بتاعك. بناخد طبعا السيرفي زي ما حضراتكم شايفين، وليكن ان هو مثلا مش واضح بشكل كويس، بروح ساحب السيرفي تاني مره تانيه وابدا ان انا اوصف على الجزئيه دي، اهو بسحب السيرفي تحت تاني كده اهوت، وبروح ساحب بقى بشتغل على مفصل الني اللي ظاهر معايا حاجه بسيطه كده، ببدا ان انا اوصف عليه سيرفي جديد بحيث ينزل لي سيرفي محترم كويس جدا اقدر ان انا اشتغل عليه. بظبط زي ما حضراتكم شايفين كده، ده طبعا الساجيتال بظبطه على الاكزيال زي ما حضراتكم شايفين، وده الاكزيال بظبطه على الكورونال، وده الكورونال بظبطه على الساجيتال. باجي بعد كده بعد ما بخلص الوصف ده، او طبعا ده الاكزيال هو بظبطه على الساجيتال كويس زي ما حضراتكم شايفين، كل حاجه تمام بالنسبه لي، بقول له بروسيد، بينزل لي سيرفي جديد حلو جدا جدا ظاهر فيه اكزيال كويس وكورونال كويس وساجيتال كويس جدا. طبعا لو انا جيت اشتغل على السيرفي بالمنظر ده انا مش شايف اي ملامح في الركبه، فبالتالي لما اجي اشتغل ممكن يظهر لي الصور بتاعتي بقى معوجه ملوحه، ما حصل في الصوره مثلا كورونا ما حصل لها تورشن او حاجه زي كده. زي ما حضراتكم شايفين السيرفي الجديد نزل اهو، ده اكزيال محترم، ده كورونال كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين، وده ساجيتال كويس جدا جايب اكتر من قط حلوين قوي. ببدا ان انا اشتغل على الفحص ده، باجي طبعا بوصف الاكزيال. اول حاجه بنعملها زي ما اتفقنا ان انا بقلل بالقطات يمين وشمال اي حاجه بحيث ان انا اظبط البوكس على الاكزيال بشكل كويس. شايفين اهو ده البوكس كده اتظبط على الاكزيال، ببدا ان انا الفه واظبطه كده والف معاه الصوره بشكل كويس. بظبط الاكزيال وامشيها عموديه على الني كده زي ما حضراتكم شايفين،
اهو انا كده بظبط برضو البوكس، كل ده لسه بظبط البوكس. دلوقتي لما اجيب القطاط الاجزي الساجيتال ابدا ان انا اخلي القطاط بتاعتي عموديه على الفيمر او التيبيا زي ما حضراتكم شايفين كده، بتكون عموديه على المفصل نفسه. بعد كده بظبط القطاط الاجزي بتاعتي على الكرونال زي ما حضراتكم شايفين. انا مش محتاج كتير قوي من التيبيا، انا كل اللي انا محتاجه اجيب قط او اتنين في الفيبولا من تحت مش اكتر من كده، وبغطي الباتيلا من فوق بشكل كويس. طبعا لو في مشكله في البون لازم تغطيها، لازم تغطيها، لكن المشكله هنا عندي كلها انا بدور على المنسكس والاي سي ال والبي سي ال، وبدور لو في فيوجن او حاجه. تمام، بعد ما وصفت طبعا الاكزيال دلوقتي انا بعمل الكورونال، بظبط البوكس بتاعي الاول زي ما اتفقنا، بظبط البوكس على الكورونا اللي هوت بشكل كويس. وطبعا الكورونا المفروض ان انا بستنى الاكزيال لما ينزل، الاكزيال اللي انا خدته اللي هو الاكزيال تي 2، وابدا ان انا اوصف عليه الكورونا، ولكن الكورونا اللي قدامي ده يعني الى حد ما كويس فممكن ان انا اشتغل عليه. دلوقتي بعد ما وصفت ادي القطات بمشيها موازيه للفيمر مع التيبيا، موازيه ليهم كده بشكل كويس، باخد قط او اتنين في التيبيا الباتيلا، باخد قط او اتنين في الباتيلا من قدام، وبغطي الكوندايلز من ورا بحيث ان انا اغطي الاي سي ال والبي سي ال بشكل كويس. دلوقتي طبعا الكرونال بتاع الني بمشيها مع باخد خط مماسي للكوندايلين من الخلف، ادي الاجزل اهوت، باخد خط مماسي للكوندايلين من الخلف. تمام، يعني باجي على الاكزيال وباخد خط مماسي للكوندايلين بتوع الفيمر زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنعمل عليهم الكورونال. باجي بعد كده باجي على الساجيتال، بظبط البوكس بتاعي على الساجيتال اهوت بشكل كويس، بوصف القطاط حلو على الكورونال زي ما حضراتكم شايفين، بمشيها مع الكوندايلين وبمشيها مع مفصل الركبه، بتكون موازيه لمفصل الركبه بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. وباجي على الاكزيال، نصبر بقى، ده ضروري جدا، ده ضروري جدا ان انا لازم الاكزيال ينزل عشان خاطر ابدا ان انا اوصف عليه السجدل. لما نيجي نشوف الاكزيال، الاكزيال نزل اهوت بشكل كويس، باجي على الميديال اسبكت، بوصف مع الميديال اسبكت، البوستيريور ميديال اسبكت اللي هو الناحيه الداخليه الخلفيه. تمام، زي ما حضراتكم شايفين بوازي القطات بتاعتي مع الناحيه الداخليه الخلفيه، الكوندايل الداخلي الخلفي. تمام، هو المفروض ان انا بقابلك القطات بتاعتي تمشي مع اللاترال اسبكت اللي هي الانتيريور لاترال اسبكت اللي هي ناحيه الفيبولا من الخارج. تمام، اهو زي ما حضراتكم شايفين. ولكن ممكن في بعض الحالات ممكن تيجي معاك الاي سي ال بشكل كويس، ولكن احنا عشان خاطر نضمن ان احنا نشوف الاي سي ال بشكل كويس جدا بنعمل ايه؟ بنمشي القطات بتاعتي زي ما شفنا دلوقتي مع الميديال بوستيريور ميديال اسبكت، مع البوستيريور ميديال اسبكت اللي هو الجزء الداخلي الخلفي، الكوندايل الداخلي الخلفي اللي هو بيبقى ناحيه الداخل. تمام، طبعا اللي احنا شغالين عليها دي الليفت ني، الركبه الشمال، فبالتالي بنوصف على الناحيه الداخليه. ده طبعا كورونال تي 1. طبعا احنا ليه بنوصف على الناحيه الداخليه؟ طبعا زي ما اتفقنا عشان خاطر نشوف الاي سي ال ويظهر الاي سي ال بشكل كويس. ده طبعا كورونال تي 1 عشان خاطر اظهر مشاكل الركبه لو في اي مشكله في الركبه ولا حاجه. ده طبعا الاكزيال زي ما اتفقنا بيكون 18 صوره، 18 صوره على سيكنس 3.5 او 4 او زي ما حضراتكم شايفين. ده الاكزيال طبعا في نسبه افيوجن بشكل ظاهر كويس قوي يعني. طبعا الاستير باذن الله لما ينزل هتشوف الافيوجن ده قوي يعني، الاستير ده بيفضح الافيوجن، بيفضح اي ليجنز في البون. ده طبعا الكورونال استير اهوت، الافيوجن قدام خالص عند الباتيلا زي ما حضراتكم شايفين في القطات اللي تحت. طبعا الكورونال زي ما اتفقنا بيكون من ورا لقدام زي ما احنا متفقين. تمام، فطبعا القطات الاخيره اللي تحت خالص زي ما انتم شايفين كده، ده افيوجن اهوت زي ما حضراتكم شايفين، ده ظاهر في الاكزيال بشكل كويس. وعلى ما يبدو ان الحاله فيها مشكله طبعا في البون زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بطبع الحالة بالمنظر ده، بدوس اتش سي مالتي كيس وبطبع الحالة. بعد كده بننزل بقى الساجيتال اللي هو الديوال، بيكون عندي بينزل لي طبعا 36 صورة،
ساجيتال تي 2 وبروتون دينستي مع بعض، فبختار الساجيتال تي 2 بقول له، باجي هنا على الرامه دي واقول له اختار لي السلايس بس، السلايس اللي هي اللي هي الساجيتال تي 2، وبحاول ازومها كده زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده البي سي ال والاي سي ال ظاهر بشكل كويس جدا. ده طبعا الاي سي ال هو ظاهر بشكل كويس جدا جدا، وطبعا البي سي ال جنبه ظاهر بشكل كويس. طبعا انت اكتر حاجه هتبان معاك هو البي سي ال، ولكن انا عايز اشوف الاي سي ال. الاي سي ال بيكون اهو ده زي ما حضراتكم شايفين، ده طبعا البي سي ال اهوت. الاي سي ال بيظهر في قط قبله او قط بعده او معاه في نفس القط. فطبعا اول ما تشوف البي سي ال واضح، البي سي ال طبعا كبير اللي هو الرباط الصليبي الخلفي، عشان تشوف الاي سي ال فبيكون في قط قبله او قط بعده، فبتدور عليه بتلاقيه زي ما حضراتكم شايفين. ده الاي سي ال اللي انا كنت بشاور عليه دلوقتي. باجي بعد كده بنزل الصور الثانيه اللي هي الكامله برضو، اللي هو البروتين دينستي مع الساجيتال تي 2. وبعد كده بعلم على البروتين دينستي واختار نفس العلامه، في علامه تحت كده بيكون مكتوب فيها اول، فبختار سلايس بيجي لي البروتين دينستي بفتحها بشكل كويس بحيث ان انا اظهر المنسكس. المنسكس فين دلوقتي؟ هو المنسكس اللي هو العلامه السمراء المثلثه قدام وورا زي ما حضراتكم شايفين، بين الكوندايلين، بين الكوندايل بتاع الفيمر وما بين التيبيا من تحت، بيظهر لي في النص كده في علامه مثلثه، في مثلث امامي ومثلث خلفي زي ما حضراتكم شايفين، مثلث امامي ومثلث خلفي. المثلث ده هو المنسكس، ده البوستيريور هورن تمام، والانتيريور هورن طبعا بيكون في انتيريور ميديال وانتيريور لاترال، وفي بوستيريور ميديال وبوستيريور لاترال تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده او دي العلامه المثلثه اللي انا بشاور عليها دلوقتي، دي هي دي المنسكس بتاعي، ده طبعا البوستيرور ودي الانتيريور زي ما حضراتكم شايفين. وبيكون طبعا في جزء ميديال، وبيكون في ناحيه ميديال وناحيه لاترال بتكون ناحيه الفيبولا زي ما حضراتكم شايفين. انا هعرف ازاي؟ انا كده بشاور على الفيبولا اهوت، فده معناه ان انا كده لاترال ناحيه الخارج زي ما حضراتكم شايفين. الناحيه طبعا الناحيه الثانيه طبعا بتكون ميديال زي ما حضراتكم شايفين تمام. بحاول ان انا افتح الصور بشكل كويس بحيث ان انا اظهر المنسكس بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين. كل ما تفتح الصور البروتون دينستي كل ما المنسكس يظهر معاك بشكل كويس. ده طبعا الساجيتال تي 2، ده الاي سي ال والبي سي ال ظاهر بشكل كويس. هنا طبعا بنشوف في البروتون دينستي بنشوف المنسكس زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنا طبعا بيكون برضو البي سي ال ظاهر بشكل كويس والاي سي ال ظاهر بشكل كويس تمام. بعد كده بنطبع من اتش سي مالتي كيس، وبختار كاليبر وبختار برنت. وبعد كده بننزل اخر حاجه معانا اللي هو الكورونال تي 1، ده الكورونال تي 1 عشان خاطر لو في اي مشكله في البون، في اي ليجن في البون يكون انا غطيته وجبته بشكل كويس. طبعا لو في اي مشكله ممكن تظهر معانا هنا بشكل واضح، لو في مشكله طبعا في الـ في الـ في الـ في الاي سي ال او البي سي ال او المنسكس تظهر بشكل كويس في التي 1، او لو في مشكله في البون، لو في فراكشر ممكن يظهر معانا بشكل حلو جدا في التي 1، او زي ما حضراتكم شايفين هو في مشكله فعلا في فراكشر او فيجر ظاهر في الميديال او اللاترال، اللاترال اسبكت اوف تيبيا تمام. وبكده الحمد لله نكون خلصنا فحص الني جوينت ام ار اي بشكل كامل، وشفنا طبعا احنا بناخد ايه بالنسبه له. بناخد طبعا زي ما اتفقنا بناخد السيرفي الاول، وبناخد اكزيال تي 2، وبناخد ساجيتال، وبناخد كورونال استير، وبناخد ساجيتال تي 2 وبروتون دينستي عشان خاطر نشوف المينسكاي، وبناخد كورونال تي 1. وطبعا لو انت عايز تزود، عايز تاخد ساجيتال استير، عايز تاخد اكزيال استير، عايز تاخد ساجيتال تي 1، كل ده طبعا على حسب المكان اللي انت فيه بيكون ليه طلبات معينه. وكل ما بتزود في السيكونسات بالنسبه للني او الماسكلوسكليتال عموما، كل ما بتزود لها الاستير كل ما بيكون افيد ليها وبيوضح المشكله بشكل كويس. وبكده نكون خلصنا فحص الام ار اي ني بشكل كامل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.